أو قشور الرمان تطحن وتعجن بخل التفاح وتدلك بها الدوالي قبل النوم. للثقالين نأتي بالبصل أو حبة البركة أو الحرمل أيهما توفر، يعجن بخل وملح ويربط على الثالول. لتسكين وجع الأسنان وقتل السوس نأتي بقمع موضوع على مبخر يبخر فيه الفم، ونضع على الفحم بذر كتان أو مقلة أو بذر كراث. علاج قشرة الشعر أنصح بملعقة كبيرة ملح خشن تذاب بكوب ماء دافئ ويشطف في فرمة الرأس لمدة دقيقتين ويغسل، نتائج مبهرة من أول استعمال. تركيبة شاي ممتازة للسعال والكحة تجمع من أوراق الجوافة والميرمية والتليو اللي هو الزيزفون والمرقدوش واليانسون والنعناع وحبة الحلوة اللي يسمى الشومر. لعلاج الإمساك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما استمشيتم به.